هاي الجميع، كيفكم اليوم؟ موضة تطريز الملابس صارت كتير درجة هاي السنة، فشفناها بالجينز، بالجاكيت، بالفساتين وحتى بالشوز. فمشان هيك جبتكم مجموعة من الأفكار كيف تقدروا تحطوا تطريزات على ملابسكم القديمة وترجعوها فاشنبل كتير كيوت. فبليز حبايبي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك، وأهم شي تشتركوا، أهم شي اسمعوا، أهم شي تشتركوا بالقناة، اشتركوا يا أحلى فراولات عشان تدعموني، وكمان اتركوا لي تعليقاتكم تحت وقولوا لي أي ستايل عجبكم. خلينا نبلش. خلينا نبلش بالدنم جاكيت، من زمان وهي في دولابي، فقررت اليوم أزينها بالباتش. رح أستخدم هذا على شكل طاووس أو على شكل طائر، رح أحطه بالجاكيت وبعدين أحط عليها ثوب أو فوطة وبعدين أحط عليها المكواة لعدة دقائق، وهذه هي النتيجة النهائية. كتير حبيت هذا الستايل وكتير دارج في الملابس، فبليز قولوا لي إيش رأيكم بخانة التعليقات تحت. إذا عندكم أي جينز قديم ومليتوا منه فممكن ترجعوا تجددوه. راح أضيف عليه هدول الباتشز على شكل وردات، كتير صاروا دارجين وكتير شفناهم بكل مكان. فالمهم راح تحطوا الوردة بأي مكان انتو حابينه بالجينز تبعكم، وبعدين تحطوا عليها ثوب وبعدين المكواة، راح تمروها على الوردة لعدة دقائق حتى تتأكدوا انها التزقت تماما مع الجينز، وهذا هو الشكل النهائي. كتير حبيت، انتو ايش رأيكم؟ صراحة أنا من زمان ما كنت ألبس هذا الجينز، بس هلأ لما أضفت عليها الباتش كتير كتير حبيت. هالبلوزة هي من أقدم البلوزات اللي عندي، فقررت أزينها بالباتشز من هذا الحجم. أول شي رح أحدد وين رح أحط الباتشز زي ما انتم شايفين، بعدين رح أخذ المكوات. ما استخدمت اي ثوب لانهم يعني صغار الحجم، بس ممكن كمان تستخدموا الثوب او فوطة، وكمان في باتشز ممكن تلصقوهم بالغراء بدل المكوات. وهذا هو الشكل النهائي، كتير كتير حبيت. اضفنا بس يعني شوية اشياء بسيطة على البلوزة وشوفوا قديش اتغيرت. الستايل الاخير هو عن الجينز الابيض البسيط، ممكن تزينه كمان بحبات اللولو. فقررت احط الاول او احدد اماكن حبات اللولو وين راح اخيطها، وبعدين راح اخذ ابرة وخيط وراح اخذ حبة اللولو يعني حبة حبة، وراح اخيطها بالمكان اللي انا ابغاه. كتير بسيطة هالحركة وما بتاخذ وقت ابدا، وممكن تسووها بانفسكم. وبس راح تسوي نفس الشيء على كل الجينز، ممكن تحطوه بكل الجينز او بمناطق معينة انتو حابين تحطوا فيه حبات اللولو، وهذا هو الشكل النهائي. هذا كان الفيديو لهذا اليوم، اتمنى يعجبكم. ما تنسوا اللايك وتشاركوا مع اصدقائكم. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.